في هذا التصحيح الخاص بالنسبة لترجمة جزء من عقد عن طريق الإنترنت وجدنا هذا العقد. أول شيء نحب نحكيه بأنه لابد أن نتأكد من العميل هل يريد الترجمة من أجل الاستئناس أن نبقي كل شيء كما هو أم أننا نريد من أجل إنفاذه باللغة العربية. سنشرح هذه النقطة لاحقا. هذه الأولا حيث إن وليس حيث أن. على كل حال هناك مشكلة بالنسبة لحيث. بعيدا عن هذه الكلمة هناك كلمة إز وردت في الإنجليزية فهي إقرار شيء. فإذا نقول بما أن الشركة مزودة للخدمات وليس تعمل بصفة إن هناك إقرار شيء مبتدأ وخبر. innovation ليس معناها اختراع، اختراع invention، أما innovation مقصود فيه الإبداع، الإبداع. فهذه الكلمات لا نحب أن نغيرها إذا كانت هكذا مقصودة، innovation غير invention. فيما يخص العقود كما قلنا يعني يجب أن ننتبه، إذا كنا نريد مثلا أن ننفذ القانون في العقد في اللغة العربية فعادة لا نقول التي يقع عنوانها المسجل فيه، بل نقول عنوانها لغاية التبليغ، هذه الصياغة اللغة العربية الملزمة قانونا. أما إذا كان يريد الترجمة، العميل يريد ترجمة للاستئناس لفهم ما هو موجود فلا بأس أن تقول عنوانها المسجل. عادة يقولون مقرها القانوني، إذن إما مقر قانوني أو عنوان التبليغ، هذا إذا أردنا إنفاذ العقد باللغة العربية. أما إذا أراد للاستئناس كما قلت لكم يعني فهذا الشيء مختلف تماما. هذه تسمى الديباجة، والديباجة أو التمهيد في العقد يجب أن يحتوي على عدة أشياء. أولا تراضي الأطراف، ثانيا القصد القانوني، هذا بالنسبة للغة الإنجليزية، وهناك شيء اسمه المحل أو شيء من هذا القبيل. فدعونا نرى ما هو هذا العقد. هذا ليس عقد على فكرة، هو عبارة عن فقط مقدمة للعقد وضعته هنا، وبعد ذلك هناك فقرات من عقود مختلفة يعني لا علاقة لها بهذا العقد أصلا. هنا الآن لدينا الاتفاق الأساسي بين الشركة والموظف. ما تنسوا يعني الكوهيسيف ديفايسز يجب أن نضعها، وحيث إن وذكرنا أن كلمة حيث عليها اعتراضات باللغة العربية نقول بما أن، لكن العقود يكتبون حيث إن. هنا ترغب بالاحتفاظ بخبرة الدكتور فلان، هو أنا مكتوب ليات لكن هذا خطأ يعني المفروض يكون كريستوفر جيمس يعني. إذن هنا لدينا رغبة الشركة، هذا هو العرض الميتشوال أسنت بيسموها بالإنجليزية، لدينا الإيجاب والقبول يعني الشركة تريد والموظف المفروض أنه يريد. الغريب بالأمر أنه هذا العقد الإنجليزي الأمريكي لا يوجد فيه أن الموظف قبل هذا العرض. باللغة العربية هناك تشدد أكبر في هذا المجال، فيقولون أن الموظف قد قبل في هذا العرض مباشرة ودون أي تردد أو وفقا للشروط والأحكام وغيرها. هناك بعض الأشياء الشكلية، نضع أي تعريف نضعه بهذه الطريقة باللغة العربية يعني بين قوسين وبين علامات تنصيص، وما بنقول كما هو محدد في البند 5 يعني يجب أن نغيرها بطريقة أكثر وضوح. بكل بساطة نقول كما يحدده البند 5. سبب ذلك كما هو محدد فهذه كلمة قد تكون فيها شوية غموض من الناحية اللغوية. كما يحدده البند 5 عرفنا أن البند هو الذي يحدد. كلمة أيضا للشركة نضعها لتقديم الخدمات للشركة بدلا من أن تكون في آخر الجملة وبعيدة عن تقديم الخدمات للشركة يعني وضعناها هنا. لدينا هذه ناظر فور مثل ما حكينا، إذا كان الاستئناف لا مشكلة وعليه، أما إذا كان من أجل إنفاذ القانون باللغة العربية يقولون ولما كان الأمر كذلك فقد التقت إرادة الطرفين على كذا وكذا وكذا. ننتبه أنه to be derived التي يتوقع وليس التي تحققت، التي يتوقع تحققها. وأضفت بتنفيذ هذه الاتفاقية، هذه الكلمة يعني حشو لكنها توضح الفكرة أكثر. representations معناها التعهدات التي عملها الطرف الأول والثاني والثاني للأول. سبق أن ذكرنا بالنسبة لكلمة تعتبر أننا لا نحب هذه الكلمة. intending هذه مقصودة وجدت هنا،
لأن القانون باللغة، القانون الأجنبي يقول يجب على العقل أن يكون هناك فيه قصد قانوني. والطريقة التي نترجم فيها كلمة intending إليها بالعربية هي اتجهت إرادة الطرفين إلى، اتجهت إرادة الطرفين إلى، هذه الطريقة القانونية التي نكتب فيها intending. بالقانون بالإنجليزي يقول أن العقود إذا لم تكن فيها قصد قانوني فهو عقد يعني غير صحيح، يعني عقد باطل. الموظفون وليس الخاضع، يعني الموظفين، لأنه لا يوجد أي جار مجرور ولا يوجد أي نصب، فنعتبرها أنه هي عبارة عن يعني nominative اللي هي مرفوع. كل موظف، an employee who has never، هذه بالعربية لا نقول الموظف، نقول كل موظف، لأن هون an employee هذا generic reference بسموه باللغة الإنجليزية generic reference. مرة أخرى، كلمة يعتبر ذكرنا أنها من الكلمات التي لا يحبها مدققو اللغة العربية، رجاء يعني عندما نصلح أن نستفيد من التصحيحات السابقة لئلا نعيد تكرار الأخطاء مرة أخرى. لم ترد كلمة يتم باللغة العربية بهذه الطريقة. يتم معناها ينتهي، ينتهي الشيء ويستكمله. فإذا يخضع أداء كل موظف للتقييم، يقيم أداء كل موظف لتحديد، لا يوجد ليتم، يعني يتم هي مثل ما حكينا عبارة عن يستكمل وليس يعني ليس لها أي استخدام بهذا الشكل هنا. يعني باللغة العربية احتمالية، إمكانية، مثلا الحاجة إلى، لتحديد الحاجة إلى تمديد. شد يعني هي نوع من النصيحة تأتي، مع أنها يعني من الأشياء التي نتجنبها عادة في اللغة الإنجليزية في العقود شد، لكن ستجدونها كثيرا. شد هي في القانون معناها إذا، لكن هنا تأتي للنصيحة، فهنا تقرب شيء للنصيحة بالعربي هي الحاجة. يعني إذا كان مستحسن، إذا كان يلزمهم، ويقدم إشعار خطي للشركة في نهاية الفترة التجريبية، المدة التجريبية بيحكوا عادة. لكن قبل هيك يعني يا ريت لو الجمل ما نخلي نقطة، نبدأ بجملة جديدة، لازم نحط حرف رابط، إما وإما أو ثم لكن ولهذا السبب. يعني ما بصير نخليهم هيك بس نشوف فول ستوب بالإنجليزي نحط نقطة وانتهى، لا بدنا نحط رابط لفظي. يحق للإدارة اتخاذ إجراءات انضباطية حيال الموظف. هذا هناك تقديم وتأخير، وهذا يعني لا يوجد أي خطأ فيها على فكرة قانونيا، يعني لا يوجد أي مشكلة، لكن أنا أود أن ألتزم نوعا ما بالحرف بأقرب ما يكون. فللإرادة بالحق، حسب اقتناعها، مش حسب قناعة، حسنا خلينا نغيرها، بيحكوها هو حسب قناعته بيحكوها، بس بيحكوها سلطة تقديرية، يعني من سلطتها التقديرية. على كل حال خلينا نغيرها الصياغة، خلينا هلأ نغير الصياغة.
مثل مرة حكينا قبل شوي انه لما نترجم العقد نعرف انه هل نحن بدنا نترجمه لغاية الاستئناس فقط لمعرفة ما في العقد ام لغاية انفاذه في اللغة العربية. هذا الشيء بفرق، هاي الترجمة بتفرق كلياتها. لاحظ انك ذكرتي الادارة لكن هي مكتوب لابراتوري مانجمنت اللي هي ادارة المختبر. فترة ما بيحبوها القانونيين، وهي أيضا باللغة العربية ما بيحبوها، بيحبوا مدة الاتفاقية، ما بيحبوش يعني هاي مش متعارف عليها كتير، نحكي فترة الاتفاقية، بيحكوا مدة الاتفاقية الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. بدنا ننتبه أيضا لخطأ بسمو إقحام حرف الواو، ننتبه إنه ما نحط حرف الواو بين الذي مع الذي، هاي فيها مشكلة. يضمن البائع جارنتي، نعم هي صحيحة، يضمن البائع جارنتي، يكفل يضمن، هي لها أثر قانوني يضمن، يعني إذا ما نفذ الضمان تبعه بهالحالة هي بتترتب عليه مخالفات، لكن لا يحق لأحد أنه ينهي العقد. أما لو قال يشترط الطرف الأول على الطرف الثاني أنه يضمن بكذا وإلا بيكون كذا وكذا، فعندها يحق له أن يلغي العقد إذا كان الشرط بأنه يريد واستعد، يعني ضعيف نوعا ما قواعديا باللغة العربية، يعني العطف فعل على اسم مثلا يعني لا يصح. إذا برغبته واستعداده، non-operative يعني المقصود فيها غير تشغيلي. أما بالنسبة للpersonal bond فهي حسن التنفيذ، بسموه حسن الأداء أو التنفيذ غير التشغيلي. تودع نسبة الكفالة المذكورة، في عنا كلمة هلا بعد شوي إخفاق، ما بنترجم فيها الإخفاق، بنحكي امتناع، يعني يمتنع لأي سبب آخر، يعني حتى لو كان يعني بإرادته غير إرادته هو كله امتناع اسمه. وننتبه إلى كلمة يتم دفعها، أيضا هذه غير صحيحة، تدفع للمشتري والوسطاء كتعويض وفقا لذلك، كتعويض لهم يعني وفقا لذلك. طيب بنكون هيك انتهينا من هذا التصحيح، ان شاء الله يكون في بعض الفائدة لكم. السلام عليكم.